بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حنان يا منان يا رب الجنة والنار. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ الله يعرف. قال لي سيدنا موسى عليه السلام يعجل بالتلبية، ناداني أنا أذهب له على أسرع طريقة، أسرع من سرعة البرق أو حتى الصوت اللي هو سرعته أقل. أن نسرع، بل لنجم نسرع إلى ربي. وعلى المؤمنين فعلا، هذه عاداتنا، ما نقولوش تقاليد، عاداتنا نسرع دائما إلى إرضاء الحبيب ونستزيد من محبته ونسأل أن يزيدنا من قرب منه ولمجر، وأن يجعلنا لا أداة خير لا أداة شر، أداة بناء للأمم لا أداة تخريب للأمم، كما يصنع الآن بنو صهيون عبر تاريخهم. والكرب من تعالوا على الرب سبحانه وتعالى فنكل بهم وجعلهم آل هوان ومذلة ولا إحسان. نسأل الله السلام السلام.